مس هافشم دي بقى هتعلمك الدنيا ماشيه ازاي. ادي مس هافشم اريتش الدرلي ليدي، تمام، خلي بالك ست ثريه جدا، عايشه شبه بالاس اصلا. تي مس هافشم ده هي سبحان الله يا ولاد، لما تبص لشخصيتها وتركيبتها المعقده تبقى في ايه قرانيه عظيمه انت عارفاها، ونفس وما فالهمها فجراء وتقواها، ولازم عشان تعيش الانفس ثلاثه، نفس مطمئنه للجنه ان شاء الله زي ما ربنا خاطب سيدنا موسى عليه السلام، ولتصنع على عيني، في عيال مصنوعة كده بعين ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي البنت ملتزمة حافظة قرآنها، صلاة الفجر في تايمينج معين، ماشية على القبلة ان شاء الله، نفس مطمئنة. وانت الوحيدة في الجيل ده شايفة النفس الخبيثة، خش على اي قناة كده شوفوا الانفجارات اللي بتحصل في غزة وبيدبحوا البشر، وقبل كده راحوا العراق حبيبتنا دمروهالنا، ناس سافيكي للدماء، ناس لازم ربنا يولع فيها، يبقى دمت ايه انت مدركة بحساب. انما الانفس اللي في القاعة كلها ان كونفليكت، يعني كونفليكت في حالة ايه؟ صراع بين الخير ها والشر، ودي نفس عظيمة اوعى من نفسها، يعني الايمان يزيد ها وينقص، وربنا اقسم بالنفس اللوامه لا اقسمه بيوم القيامه ولا اقسمه بنفس ايه. ودي في حاجه لسه قاريها امبارح كده اول امبارح عجباني قوي، ان الصبيان بالذات ركزوا معايا في اللي انا بقوله، لما تكون في حاله من الايمان ما تبقاش زي الطاووس او فرحان بنفسك، لان ممكن دمعه عاصي تفوق اللي انت بتعمله كله، يعني ربنا بيقبل التوبه عن عباده. اتنين، لو قدر ربنا ارتكبت ذنب ما تسوقش فيها والشيطان يغويك وتنحرف بقى، لا ارجع تاني عادي، توضى ونضف نفسك تاني، صلي ركعتين واستثمر الذنب. دي اول مره اعرفها المعلومه دي، عاملك استثمر الذنب. استثمره ازاي؟ عشان اتوب لربنا ارجع تاني اصلي وارجع تاني اعبده وارجع تاني اتصدق وارجع اعطف على الناس واساعد زمايلي عادي واعمل حاجه خير، احاول اعمل خير. يبقى هنا الحاله ديت هتلاقوها في مس هفشه ليه طيبه، يعني هي اتبنت الولا بيب في الاول بتدي له فلوس بسخاء وتدي الراجل الطيب ده مستر جو في الاول ماني تو هيلب هيم عشان تخليه اجود بلاك سميث، بس هي عندها عقده في حياتها والعقده دي وصلتها لمرض نفسي ربنا بيكتبها عليك يا اولاد، مرض اسمه الساديه، التلذذ بالام الاخرين. ايه اللي حصل لها؟ سؤال مهم. اللي مس هافشم اساسا لا اخ مش شقيق، اسمه ارثر، اسمه ايه بقى؟ الولد ده خد فلوسه وضيعها، فطمعان في فلوس مين؟ مس هافشم ده اخته، خلي بالك هاب برازل الورث بقى والاسره اللي مقطعه بعضها، فراح ماجر لها ولد امور قوي اسمه كامبي سان. الولد اهو الولد اهو الباور بوينت طلعه امور، معلش يا حماده الله يكرمك ركز، يعني انت فاهمه اللي فات ودي اللي واقفه معاه. قول مع كامبي سان اسمه ايه يا بابا؟ كامبي سان يعني انت مبهره بيك امبيرنس، زي البنات اللي بتتخطب كده وفرحانه بجمال خطيبها وحلاوته وشياكته وتطلع نصف في الاخر على الصف الاخر يوم جواسها ويوم زفافها وهي لابسه الفستان بقى الباشا خلع، وهي بقى لها 25 سنه لابسه نفس الفستان ومعفنه براحتك قول اللي انت عايزاه. وفي مشهد هتلاقي القصر كله فران، والله يكون في عون الممثله اللي قامت بالفيلم ده، لان وهي ماشيه بالشمعه طول الفيلم عينيها جاحظه بتبرق كده طول الفيلم، يعني الناس الاطباء لما يكشفوا على اي مريض نفسي بيكشف عينيه الاول، طالما متوتره تلاقي عينك مفلعه كده طالعه لي كده بظالي كده، فهنا الممثله ارهقت من الدور طبعا. فمس هافشم حياتها ما تبقى منها ان هي she wanted to take her revenge، عايزه تاخد انتقامها من كل الرجاله، كل الرجاله لازم تدبحه زي ما هو خزني لازم ادبح كل الرجاله. هتعمل ايه؟ هتتبنى الامر ده ليه مين بقى؟ بس تربيها بدون مشاعر ان هي she had no heart، وبناء عليه هتعرفها على الولا مين؟ بيب، وتبدا تشجعهم يحبوا بعض، والهدف من ده كله ان في يوم من الايام تشوف دموع الولا مين؟ بيب، وهتكسره وتكسر له قلبه، تمام. والبنت دي لما تكبر وتحلو اللي اسمها ستيلا هتبقى ليدي، يعني سيده مجتمع، وتقعد مع اولاد الزوات وتتجوز من الزوات وتقهر بيبي تاني، واد اسمه درامل 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 اريجانت، واد مغرور قوي فيري ريتش، بس اطمنكم هيموت في حادثه حصان، يعني هيتقلب بالحصان وترجع هترجع لبيب في الاخر، بس بعد ايه؟ شي لوست هير بيوتي، هتكون فقدت جمالها وتندم على علاقتها مع الولا بيب، تقول له انا فهمت يعني ايه كلمه حب، لان هي كانت دايما تحذره اي هاد نو واي هارت. المشكله بقى نفسكم تعرفوا مين باباها مين مامتها. باباها الراجل اللي هنقابله الحصه الجايه في اول لقطه هو طالع من المستنقع قاعات متطين بطينه، لان راجل مجرم اسمه ماجوش، هتعرفوا الكلام ده في شابتر 8 و7 في الاواخر، هنتفاجئ. ايوه بحرق انا القصه، بحرقها يا حماده، اسبيستون قناه جيل المستقبل، ولا انتوا عايزين سسبنس؟ لا كده حلو، بحرق يا جماعه مش فاضيين عايزين. لا حولي لا مفيش، الله ينور يا جماعه سايبيني كده عادل، الله يفتح عليك شكلك هتضيعنا. يبقى هنا تاني عشان خاطر، تاني يا عم عشان خاطر، يبقى ماجوش اسمها ايه؟ هنعرف فيما بعد، ودي ماساه اللي انا قلته هتفهموه بقى، لما ماجوش يجي يعترف في اخر الروايه يقول لك ماساه اي ديدنت نو ماي بيرنتس، حد يشرحها لي بقى، اي ديدنت نو ماي بيرنتس، يعني مش عارف بابا ولا يعني نتاج الثوره الايه؟ الصناعيه، مش معناه خريج مصانع هو حد صنعه يعني، معناه ان الثوره ديت بعده عن تعليم المسيح، فيبقى ابن سفاح، اسمعوا عن كلمه ابن سفاح ديت؟ ابن حرام يعني، لا حول الله، وانتوا جاهله في كله، دغري يعني ابن زنا، استغفر الله العظيم.
فهنا الولا ده نتاج بقى ما انت عارفه الغرب بقى وانحرافاته. انت مالك مكسوفه في ايه؟ ما انا بتكلم صح. قال لك اي ديدنت. يبقى بيعلمك التراجيدي وهو اساسا كريمنال وكان ناوي يتوب، بس مين خدعه؟ كامبيسان. صدقي بقى، يبقى كامبيسان خدع كام؟ 2 بالابيرنس. ده خدع مين؟ مش هفش. وخدع مين برضه؟ وخدع القاضي اللي حكم عليهم، عشان هي ووز جنتلمان ولبق في الكلام، فالقاضي خدع بسبب كلماته الجميله ولبس ماجوش حكم للمؤبد، ا سنتنس تو لايف. صدق بقى، وهنعرف فيما بعد ان ماجوش كان متجوز واحده اسمها ايه، كانت برضه كريمنال. يبقى كريمنال مع كريمنال جنب مين؟ ستيلا. قال لأ. طب حتى لو الولد بيب عرف ان ستيلا القمر ديت باباها ماجوش ومامتها كان هيحبها، طبعا كان هيحبها. وسواس قهري، يعني هي ماشيه في عروقه وفي دمه، لان والهار ماشي في الشوارع بيعشى مين؟ فهو خلاص بتهينه وبيحبها، تضربه بالجزمه ومازال بيحبها، ما عندوش شخصيه خالص. دي نقطه ضعفه، a point of weakness. وهل مس هفشم ديت يا جماعه مريضه؟ اه مريضه، بتتلذذ بلام الاخرين، فرحانه ان هو اتقهر، وربنا ما يكتبها عليكم يا رب. قولوا امين. بالله عليكم ادعوا، ادعوا كده ربنا ما يكتبها علينا. يكون انسان يقابلك عنده المرض النفسي ده، التلذذ بلام الاخرين، التلذذ. انا وانا في كليه التربيه كان عند كل اساتذه الجامعه عالم نجوم في الكليه، حتى علم نفس كان عندنا بقى ابتلاء، واحد بيدينا ماده يعني ملهاش شنه ورنه قوي في الكليه، اسمها طرق تدريس. اسمها ايه؟ اللي كان بيدرسها لنا بقى يخش اول محاضره يقول بفضل الله الدفعه اللي فات كلها ساقطه. وهي فرحان بايه؟ مسقط العيال كلها وفرحان بالانجاز اللي عمل، فهنا دي كارثه. فده هتلاقي الناس دي بقى من علم رياضه شايله وصفيه، يا بنتي شايله وصفيه حماد ربنا يوفقك. فتلاقي العيال في الكليات عندنا اولادنا اتحطموا ليه؟ بيبذلوا مجهود خرافي وممكن يشيل الماده، وممكن العيب مش عيب الطالب، الباشا ربنا يهديه بيعشى قوي سقط العيال. اسالي كده في حقوق، اسالي في كليه، لان اساتذه الجامعه افاضل طبعا افاضل. هتكلم عن حاله شاذه، حاله يعني 1%. ففي ناس بيكون عندها المرض ده، التلذذ بإلام الاخرين. احنا غيرهم خالص، احنا طيبين، انا الود ودنا ننجحوكم الثانويه العامه ونطلعوها تمام. ان انا عايز اختم بقى مستر جاكرز. قلنا مستر جاكرز اسمها ايه؟ زي محامين مصر البواسل الشطار، عارفين كل حاجه في البلد. فمستر جاكر ده هو الصندوق الاسود بتاع الروايه، عارف مين ومين ومين، عارف ده المحامي بتاع مس هفشم نفسها، والمحامي بتاع ماجوش نفسه، والمحامي بتاع مولي كمان نفسها. المفاجاه الولد ده الحصه الجايه بيب لما ينقذ ماجوش من الجوع في اول مشهد، ماجوش عمره ما ينساه رغم ان هو السجن معاه فلوس كتيره، فيعمل هيبعت جاكرز ياخد بيب ينتشله من هذه المستنقعات اللي انا قلتها اول الروايه، مارشل ويطلع للمجد كله، المجد كله في لندن.